السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انا عندي الفلور دي ودخلت على سينكرو او نفس وركس وعايز اقسمها نصين على اساس ان دي مثلا تصب في يوم ودي هتصب في يوم او ده يتم الشغل فيها في يوم وده في يوم، فممكن تعمل لها دوبلكيت وبعد كده تلغي الجزء الاولاني من واحدة فيهم وبعد كده تلغي الجزء التاني من واحدة فيهم، او ممكن تقول له انا عايز اقسمها البارت كريت بارتس واقول له ديفايد بارتس، اي خط هتاخده تمام بالشكل ده خلاص هو هيقسم ده بارت وده بارت، هقول له اوكي تمام. لما تيجي تعمل سيلكت على واحد فيهم ده البارت الاولاني وده البارت التاني تمام، وممكن تقول له انا عايز في البارتس فيزابيلتي انا عايز اشوف البارتس بش الاوريجينال فده او ده. طيب او ممكن نقول له احنا عايزين نقسم، يعني ممكن نختار مثلا فلور او ده سيلينج اهوت ماشي، ممكن تقول له كرييت بارتس وتقول له انا عايز اقسمهم من خلال انترسكشن ريفرنس. يعني ايه؟ يعني لو هو قاطع في اي ليفلات يعملها، لو قاطع في اي جريد يعملهم ماشي، اول ما يلاقي جريد يروح هو مقسم حسب الجريد اللي هيقطع معاه تمام اوكي، فده هو قطع مع الجريد. حتى لو عندنا مثلا عمود او اي حاجة من الوول مثلا ممكن تقول له اهو ماشي، هقول له ان انا عايز اعمل له كريت بارتس واقول له ديفايد بارتس ماشي انترسكشن واقول له اسمهم حسب الليفلات تمام، فهو هنا على طول هيبدأ يقسم لي كل ما قطع ليفل يبدأ ان هو يقسمه معايا. ده ليفل واحد ليفل اتنين ليفل سبعة ستة وهكذا. فبالطريقة ديت وانا شغال في السينكرو او شغال في النفس وركس او اي برنامج من برامج ربط الزمن بالموديل يبدأ ان هو يظهر كل جزء.